كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في القناه ديالي، ومرحبا بالناس اللي دخلوا جداد عندي القناه. كنرحب بكم بزاف ونشكركم على التعاليق الزوينه ديالكم. دابا غنشارك معكم الغداء ديالي اللي هو عباره عن دجاج وبطاطا. غنوريكم الطريقه ديال البطاطا اللي هي بواحد الطريقه كطيب زوينه، غتعجبكم وغتعجب حتى الوليدات ديالكم. بقاو معايا حتى لاخر فيديو، غنصاوب دجاج بواحد الطريقه اللي درت راه عندي في القناه ديالي دايراها. كندير واحد الشربول هكايا، اللي بغيتو الا بغيتو تشوفوا هاد العطيه راه عندي في القناه ديالي. المهم انا غادي ندير دابا ندير نصاوب الدجاج وندخلو للفران، من بعد نرجع لكم باش نوريكم الطريقه ديال البطاطا كيفاش كندير لها. اول حاجه غنبدا دابا الدجاج هو الاول. الدجاج عندي راه مغسول وكلشي صافي، مغسول وكلشي. هاد الطريقه ديال الدجاج كتجي غزاله بزاف، هذه من احب اشياء عند بلادي كيبغيوها بحال هاد الطريقه، كتعجبهم بزاف. انا الدجاج كنبغي نوع فيه، ما كنبغيش نديرو غير في الطاجين، الطاجين الدجاج كنبغي نوع فيه كل مره، ندير ليه الطريقه باش يبقاو الدراري يبغيو ياكلوه. دابا غندير الفران يطيب، نخليه هكاك واحد ساعه ولا حتى المهم حتى يطيب. انا كندير الفران ديال المغرب، كنديرو في الفران ديال المغرب باش كيطيب على خاطرو، كنديرو من فوق يطيب مزيان، عاد كنهبطو لتحت نحمرو، كيتحمر كيجي بواحد الطريقه غزاله. دابا انا غنمشي ندير الفران ونرجع ليك نوريكم الطريقه ديال البطاطا كيفاش كندير ليها واحد الطريقه زوينه. دابا غندوزو البطاطا، غادي نديروها هي مسلوقه، كنشدو البطاطا كنسلقوها انا باش كنطحنوها بحال هكا. اللي عندو هاد الاله ديالها اللي مغاديش يديرها غير بالفرشيطه، ماشي ضروريه هادي. صافي كنكملو البطاطا كامله في الطاس ديالها. سمحولي على الصداع ديال هاد التران، حيت تقريبا التران كيدوزو بزاف، كل ساعة كيدوزو تقريبا، كل ساعة كيدوزو ثلاثة ولا أربعة، حيت كيتبنو غادي الآلي وروتور، الآلي وروتور كيدوزو بزاف. نديرو ليها بيضة، كناخدو بيضة نديرو ليها بيضة، أنا راه سبقتها في الملح مغديش ندير لها الملح، كندير لها شوية البزار، غير بزار بزار، كياس اللي بغيتو، كندير
بالله واحد شويه ديال الخبز محكوك، جات جوج معلقات ولا فياس اللي بغيت نتسمايا، انا عندي هادي فيها الحار فيها الثومه، هادي اختياري ماشي مهم، كيبغي اللي عنده بغا يديرها يديرها، اللي ما بغاش يدير الحار ما يديرهاش حتى الدراري صافي. كتعجبني البنه ديالها كنديرها صافي، كنخلطوها بحركه مزيان. نحاولوا نغيروا شويه البطاطس، الخضار رخيصه في الماري ما غالياش، هكا الدراري ياكلوا لكم بطاطا. انا ولادي شخصيا ما كياكلوش ليا البطاطا في الماء، البطاطا كياكلوا يا اما هكا يا اما فريت يا اما لا بيوري، يا اما باش ديرها في الطاجين ولا مع هكا في الطاجين مع اللحم ولا كم ياكلوش كيفاش ياكلوا ليا. كنديرها بهذه الطريقه هذه كتجي زوينه صافي. كناخذوا هكايا الا بغيتي تزيدو الرز زيدوه، انا نسيتو كزيد ليا صربع باش يعطي المنظر ديالها. انا كنت مقطعه ونسيتو باش نزيدو، ما بغيتوش ديروه كامل ديروه هاد الربع. اي نوع ديال الفرماج عندكم، الا كانت الموتزاريلا ولا كانت هاد الفرماج الاحمر، يعني اي فرماج تقدروا ديروه. هذا كيجي لداخل كنديروا منه طريقه الطريفات، كنديروا اليد الشنيات اللي كاينين هنايا كنقطع مع طريفات بحال هكا. من بعد كناخدو طبيسين نديرو فيه هاد الطبيب كنديرو هاد كاين تلات طبيب، هاد الشابولير خبز محكوك كنديروه لتحت بحال هكايا باش كن كناخدو بحال هكا. الا كان عندكم هذا الاطار ديروا، ما عندكمش ديروا غير بيديكم، يعني تحاولوا تشكلوا هذا شكل مربع بيديكم. كنديروا ليه هنايا الطريفات ديال الفرماج حتى هو كيذوب صافي، وكنعاودو نزيدو نديروه الطبقة التانية، نحاولو منغلوهاش. نشغل البابا نخليو هادي تسخن،
انا غادي نستعمل هذه المقله هذه اللي فيها الشراطي باش كتعطيني داك الشكل ديالها. الا ما عندكمش تقدر ديروها غير في المقله العاديه غطي لكم عادي بلا ما تجي لكم هذاك الشراطي، او تقدر ديروها في ديك المقله ديال في هذيك ديال البانيني ديال الضو اللي كنديروا بها البانيني، تقدر ديروها في هذه حتى هي لحقاش البطاطا. نحاول نقادوها مزيان باش تعطينا الشكل مزيان. غادي ناخدو هادي ندهنوها بالزيت باش متلصقش لينا المقلة، ندهنوها بالزيت، بالزيت البلدية ولا الزيت العادية. أنا هادي دايرة الزيت البلدية خفيفة خاصة بيض، ما فيهاش داك الجهد بحال ديال المغرب، كتحرقش. انا غنستمر نكمل هاد الشيء اللي بقى لي، نستمر نكملها ونرجع لكم ان شاء الله باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. ها هو بعد ما طاب البطاطا، بعد ما طابت كتجي غزاله زوينه. هي واحد النصيحه كنقول لكم، صغروه الا درتوها كبيره شويه غتعذبكم في الطياب ديالها، صغروها شويه لهاد الحجم هكايا كتجي زوينه. انتما كتجي هكايا كتجي من الداخل مع الفرماج، مع بردات الفرماج كتجي مع الكبر الفرماج كتجي زوينه وبنينه، كتجي بنينه بزاف وزوينه. غنحاولوا تجربوها. صافي قدمتو مع الدجاج اللي وريتكم، اللي وليت ليكم وشويه ديال هكا لاصوص ديال اللوبيا لاصوص وشويه السلطه. صافي هادشي اللي كاين مع شويه المناطا والخبيز ديالنا، هذا هو الغدا ديالنا. كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم وحاولوا تجربوها راه غتعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش ديروا ليا اللايك، واللي ما شاركش في القناه ديالي شارك معايا في القناه. كنشكركم بزاف ومرحبا بكم، مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا القناه ديالي وشجعوني شجعوني وكتبوا لي لي كومونتير كنشكركم بزاف. وكنتمنى لكم نهار سعيد، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله. الفيديو القادم ان شاء الله هي مع الوصفات السهله والبنينه. يلا مع السلامه.